تمكنت القوات المشتركة للدرك الوطني والشرطة والجمارك بولاية البليدة خلال عمليات مداهمة وتمشيط بالمدينة الجديدة بوينان من حجز أسلحة بيضاء وأقراص مهلوسة وتوقيف عدد من المشتبه فيهم، كما تمت مداهمة الأحياء الجديدة وتمشيط مزارع الحمضيات بالإضافة إلى مراقبة المحلات التجارية. عادل عباس رصد التالي. شاركت مفتشة أقسام الجانب ببليدة بالبليدة في العملية النوعية التي وقعت في إقليم دائرة البوينان، حيث قامت رفقة الأسلاك الأمنية بمراقبة عدة مركبات وتفتيش عدة محلات وكذا مراقبة هوية الأشخاص. تنفيذ برنامج القيادة المسطر في هذا الشأن والمتعلق بمجابهة ومحاربة شتى الجرائم أو ما يعرف بالجريمة الحضارية المتنوعة، على سبيل المثال ترويج نقل المخدرات. رانا في الشارع، يعني هنا في الشارع الرئيسي، يعني مراقبة ورفع المخالفات مستعملي الدراجات النارية. كما قمنا بمداهمة بعض أوكار الجريمة في الإقليم الحضري والشبه الحضري. نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة داهمة، وذلك من خلال مداهمة مختلف أوكار الجريمة قصد الحفاظ على النظام والأمن العمومي.